بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنبتدي نشوف كومبوننت جديد من مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، واللي هو التشارج كنترولر. مبدئيا التشارج كنترولر بيكون موجود في الأنظمة المنفصلة عن الشبكة أو الستاند ألون سيستم، ومن اسمه بتكون الفانكشن الأساسية بتاعته إن هو يتحكم في التشارجنج بتاع البطارية. طب بيتحكم في التشارجنج إزاي؟ وإيه الفانكشنز التانية اللي ممكن يقدمها؟ لو بصينا على أي تشارج كنترولر موجود هنلاقيه بيقوم باتنين فانكشن اساسيين. اول حاجه اللي هي البروتكت اوفر تشارجنج، يحمي البطاريه من الشحن الزياده عن طريق انه بيتحكم في كميه التيار اللي جايه من البي في موديول رايحه للبطاريات، فهو بيقيس قيمه الشحنه اللي موجوده جوه البطاريه. لو وصلت لليمت معين هيبدا يفصل التيار اللي جاي له من الخلايا، فبالتالي يحمي البطاريه من الاوفر تشارجنج. ولو نفتكر الفيديو بتاع البطاريات قلنا ان في عندنا بعض الانواع اللي ممكن تبوظ لو تعرضت لاوفر تشارج زي الاي جي ام والجيل تايب، لكن الفلويد تايب ممكن تستحمل معانا اوفر تشارج شويه. تاني فانكشن اللي هي الحمايه ضد الاوفر ديس تشارج، وده عن طريق التحكم في التيار اللي خارج من البطاريه رايح يغذي الاحمال بتاعتنا. فبرضه التشارج كنترولر بيقيس قيمه الشحنه اللي جوه البطاريه، لو قلت عن ليميت معين هيبدا يفصل الاحمال بشكل اوتوماتيك عشان يحمي البطاريه من الاوفر ديس تشارج، لان قيمه الشحنه اللي جوه البطاريه لو قلت عن ليميت معين مش بتقدر تشحنها تاني، ولو اتشحنت ما بتبقاش بنفس الكفاءه. ودي تاني فانكشن موجودة في أي تشارجر كنترول. باقي الفانكشنز دي موجودة في بعض الأنواع كفانكشنز زيادة، يعني مثلا بعض التشارجر كنترولر بتديك إمكانية إن يديك ألارم أو إنذار في حالة مثلا لو درجات الحرارة بتاعة البيئة المحيطة للبطاريات زادت عن ليميت معين، فبديك إنذار إن في درجة حرارة زيادة، فأنت محتاج ساعتها تتأكد إن المروح شغالة بشكل كويس عشان تحافظ على التهوية وتحافظ على درجات الحرارة بتاعة البطارية عشان تقدر تحافظ على عمر البطارية بتاعك لمدة أطول. أو مثلا يديك ألارم لو كمية التيار أو كمية الطاقة اللي مسحوبة من البطارية كبيرة فيديك اوفرلود الارم. وبرضه بعد التشارجر كنترولر بيكون فيها الفانكشن بتاعت البلوك ريفرس كارنت، زي ما شرحنا قبل كده في السيشن بتاع البي في موديولز انك احيانا بتحتاج تركب بلوكينج دايود بين البي في موديول والبطاريات علشان تحمي الموديولز بتاعتك خلال فترة الليل لما تكون الخلايا مش قادرة تنتج طاقة، فبتحميها من ان البطاريه تفرغ شحنتها في الخلايا عن طريق الريفرس كارنت. فبالتالي بعض التشارجر كنترولر بتديك الفانكشن دي ان هي بتركب دايودز عشان تحقق لك الفانكشن دي. كمان بعض التشارجر كنترولر بيكون فيها تمبريتشر سنسور بيقيس درجات الحراره بتاعت البيئه المحيطه عشان يقدر يعمل تمبريتشر كومبنسيشن علشان يقدر يظبط قيم الفولت بتاعت البطاريه خلال عمليه الشحن. يعني لو نفتكر في الفيديو اللي فات لما شفنا الداتا شيت الخاصه بالبطاريه لقيناها جايب لك جزئيه بتاعه التمبريتشر كومبنسيشن، قال لك مع كل درجه حراره اقل من 25 سيلسياس هتزود قيم السيت بوينت بتاعه التشارجنج بنسبه معينه، وكذلك لو درجه الحراره زادت عن 25 سيلسياس فانت برضه هتقلل قيم الفولت بتاعه السيت بوينت بنسب معينه. فبعض التشارجر كنترولر بيعمل لك العمليه دي كلها بشكل اوتوماتيك. كمان بيكون موجود ستيتس ميتر عشان تبين لك الستيتس بتاعه البطاريه شكلها عامل ازاي، تبين لك الفولت بتاعها عن طريق شاشه رقميه، تبين لك الستيت اوف تشارج، تبين لك قيم التشارجنج كارنت والديس تشارج كارنت وهكذا. كمان بعض التشارجر كنترولر بتديك امكانيه انك تعمل انتجريشن مع انظمه تانية، يعني بعض التشارجر كنترولر بيكون جواها جيت واي علشان تربطه باي كوميونيكيشن بروتوكول موجود عندك، يعني مثلا ممكن تربط التشارجر كنترولر بشبكه البي ام اس اللي موجوده عندك في المبنى، ممكن توصله على الراوتر عشان تقدر تتابع الاوبريشن بتاعه من اي مكان، ومش شرط ممكن يبقى حاجه تانية غير جيت واي، ممكن يبقى عندك بس عباره عن ريلي كونتاكت، ريلي بيفتح ويقفل علشان يديك انديكيتور تقدر تستخدمه في اي سيستم تاني. ودي كانت اهم الفانكشنز الموجوده في التشارج كنترولر. نيجي بعد كده لجزئية ايه هي فكرة عمل للتشارج كنترولر. ده رسم مبسط للتوصيل بتاع التشارج كنترولر، فهنلاقيه بياخد الطاقة اللي جاية من البي في موديول ويتحكم فيها عشان يقدر يشحن البطارية، وبرضه بيتحكم في كمية الطاقة اللي خارجة من البطارية علشان يغذي الأحمال بتاعتنا. لو بصينا جوه التشارج كنترولر هنلاقيه عبارة عن مجموعة من السويتشز اللي بتشتغل بشكل اوتوماتيك عشان يحقق الاتنين فانكشن الأساسيين بتوعه اللي هي الحماية من الأوفر تشارج والأوفر ديس تشارج للبطارية. فهنلاقيه باستمرار بيقيس قيمة الشحنة اللي جوه البطارية عن طريق انه بيقيس قيمه الفولت اللي موجوده على اطراف البطاريه، يعني زي ما شرحنا في الفيديو بتاع الداتا شيت الخاص بالبطاريات ان الفولت بتاع البطاريه بيبقى انديكيتور للستيت اوف تشارج او قيمه الشحنه اللي جوه البطاريه، فهو بيقيس القيمه دي باستمرار. لو زادت عن ليميت معين هيدي اوردر للسويتش رقم واحد ان هو يفصل، فبالتالي هيمنع الخلايا ان هي تبعت شحنتها او الطاقه اللي ناتجه عنها للبطاريه، وبعد مرور الوقت قيمه الشحنه دي هتقل سواء عن طريق السيلف ديس تشارج الخاص بالبطاريه نفسه ان البطاريه بتفرغ شحنتها داخليا او عن طريق الديس تشارج في الاحمال بتاعتنا، فقيمه الشحنه هتقل عن الليميت ده
فساعتها التشارجر كنترول هيبعت اوردر تاني للسويتش رقم واحد ان هو يقفل الخط، فترجع تاني الخلايا تشحن البطاريه بتاعتها. ونفس الكلام في السويتش رقم اتنين اللي بيتحكم في مرور التيار اللي رايح للاحمال، لو قيمه الشحنه اللي جوه البطاريه قلت عن ليميت معين هيدي اوردر للسويتش ده ان هو يفتح ويفصل الاحمال بتاعتها. وبعد ما البطاريه تتشحن من الخلايا وتعدي الليميت اللي احنا كنا عاملينه، هيبعت اوردر تاني للسويتش رقم اتنين ان هو يقفل علشان يرجع يغذي الاحمال بتاعتنا. اما بالنسبه لانواع التشارجر كنترولر فهنلاقي عندنا اربع انواع اساسيه، في منهم اتنين عفى عنهم الزمن نادرا لما بيستخدموا دلوقتي، واتنين تانيين هم المنتشرين في انظمه الطاقه الشمسيه. فالانواع دي هي الشنت ريجوليتور والسيرز ريجوليتور والبالس ويدث موديوليشن او بي دبليو ام ريجوليتور وام بي بي تي كنترولر او ماكسيمم باور بوينت تراكر كنترولر. فخلينا نشوفهم بالتفصيل. النوع الاول اللي هو الشانت ريجوليتور، في الحاله دي هنلاقي الكنترولر بتاعنا بيحتوي على سويتش اللي هو رقم واحد، ده بيتوصل على التوازي مع البي في بانل، وسويتش تاني بيتوصل على التوالي مع اللود بتاعنا. في الحاله النورمال التيار بيخرج من البانل ويوصل للبطاريات يشحنها، واللي بدورها بتكمل لحد ما تشحن اللود بتاعنا. يعني في الحاله النورمال السويتش رقم واحد بيكون مفتوح والسويتش رقم اتنين مقفول، فالطاقه اللي جايه لنا من البي في بانل شحنت البطاريه ووصلت للليفل اللي احنا محددينه ليه. فعلشان التشارجر كنترولر يحمي البطاريه من الاوفر تشارج هيقفل السويتش رقم واحده، يعني هيعمل شورت سيركت على البانل. ففي الحاله دي التيار اللي خارج من البي في بانل هيمشي في الشورت سيركت هنا ومش هيوصل للبطاريه، واللي بدورها هتبدا تغذي الاحمال بتاعتنا عن طريق السويتش رقم اتنين اللي هيكون مقفول. وهنا بيكون في بلوكينج دايود وظيفته ان هو يمنع ان البطاريه تعمل شورت سيركت على نفسها، يعني لو السويتش ده مقفول والبلوكينج دايود ده مش موجود فساعتها البطاريه هتبقى عامله شورت سيركت على نفسها فهتعمل لك مشكله. فهنا البلوكينج دايود وظيفته ان هو في الحاله دي بيبقى ريفرس بايس، يعني اوبن سيركت، فمش هيعمل لك مشكله على البطاريه. طب دلوقتي البطاريه بتاعتنا بدات تغذي الاحمال وشحنتها قلت عن الليفل اللي احنا كنا مظبطينه، ساعتها التشارجر كنترولر هيبعت اوردر لسويتش رقم واحد ان هو يفتح الخط بتاعه، فهترجع تاني البي في بانل تغذي البطاريه وتشحنها. نفس الكلام مع سويتش رقم اتنين، لو افترضنا مثلا ان البي في بانل مش قادره تنتج لك طاقه بسبب الغيوم او مثلا الدنيا ليل، وانت فرغت البطاريه بتاعتك في الاحمال اللي عندك ووصلت لليميت معين من الشحن ما ينفعش البطاريه تقل عنه، ساعتها التشارجر كنترولر هيبعت اوردر لسويتش رقم اتنين ان هو يفتح السيركت ويفصل الاحمال عشان يحافظ على البطاريه بتاعتنا لحد ما البي في بانل تكون قادره ان هي تنتج طاقه عشان ترجع تشحن البطاريات تاني. لو بصينا على النوع ده من الكنترولر هنلاقيه عباره عن اون اوف كنترولر، بمعنى ان اما البانل طاقتها بالكامل راحه للبطاريه او مفصوله بالكامل عنها، فانت هنا ما عندكش كنترول على كميه الفولت والكرنت اللي رايحين من البانل للبطاريه. اما النوع اللي بعد كده اللي هو السيرز ريجوليتور، وده بيختلف عن النوع اللي فات ان السويتش رقم واحد بيكون متوصل مع البي في بانل على التوالي مش على التوازي، فنلاقي في الحاله النورمال السويتش رقم واحد واثنين مقفولين عشان يقفلوا الدايره، وبالتالي البي في بانل هتنتج تيار هيشحن البطاريه اللي بدورها هتبتدي تغذي الاحمال بتاعتنا. وعشان تحمي البطاريه من الاوفر تشارج اول ما توصل للليمت اللي احنا حاطينه السويتش رقم واحد هيفتح عشان يمنع التيار اللي ناتج من البي في بانل ان هو يوصل للبطاريه لحد ما قيمه الشحنه بتاعت البطاريه تقل عن الليفل ده، هيرجع السويتش رقم واحد ان هو يقفل تاني عشان ترجع البي في بانل تشحن البطاريه بتاعتك، وكذلك السويتش رقم اتنين علشان نحمي البطاريه من الاوفر ديسشارج عن طريق ان هو يفصل ويوصل الاحمال بتاعتك. والنوع ده يشبع النوع اللي فات في ان هو برضو اون اوف كنترولر، يعني ما عنديش اي كنترول على قيم الجهد والتيار اللي ناتجه من البانل ورايحه على البطاريه. النوع اللي بعد كده اللي هو البالس ويدث موديوليشن ريجوليتور، وده بيكون عباره عن سيريز ريجوليتور بس سويتش رقم واحد بستبدله بالكترونيك سويتش زي ترانزستور مثلا او سيرستور او اي جي بي تي او ايا كان، بحيث اقدر اتحكم فيه عن طريق البالس ويدث موديوليشن، يعني اقدر افتح واقفل السويتش بترددات عاليه جدا عشان اقدر اتحكم في قيم الشحن بتاعه البطاريه عن طريق ان اتحكم في الزمن بتاع فصل وتشغيل للسويتش. وبالتالي انا كده حليت مشاكل الانواع اللي فاتت اللي هي كانت اون اوف كنترولر بس، لكن هنا اقدر اتحكم بشكل افضل في الشحن بتاع البطاريه واقدر اظبط السيت بوينت الخاصه بعمليه الشحن عشان اقدر احافظ على البطاريه عمر أطول. لكن بيعيب النوع ده اللوسز الزيادة، وكمان بتكون محكوم انك تستخدم موديولز معينة او تعمل ماتشنج بين البي في موديول اللي هتستخدمه وبين البطارية. وعشان نفهم النقطة دي خلينا ناخد مثال، لو انا عندي بطارية 12 فولت وفي الداتا شيت قال لك ان هي محتاجة 14.7 فولت عشان تشحنها، في الحالة دي انت هتحتاج تستخدم بانل تديك فولت
قيمته 17.5 فولت تقريبا، عشان كده بيسموا البانل دي 12 فولت بي في موديول، مع ان الفولت بتاعها 17.5 بس بيسموها 12 فولت بانل لانها بتكون مناسبه انك تشحن بطاريه 12 فولت. فلو اخذنا البانل دي كانت مثلا 130 واط، الفولت بتاعها 17.56 من 100 فولت، والامبير اللي ناتج منها 7.4 من 10 امبير. علشان توصل قيمه الفولت دي اللي هي 17.56 لقيمه الفولت المطلوبه للبطاريه اللي هي 14.7 من 10، هتدخلها على بالس ويدث موديوليشن ريجوليتور، هيعمل ريجوليشن بنسبة 83% عشان يقلل من 17.56 ل 14.7 من 10، والتيار هيفضل ثابت عند 7.4 من 10 امبير. فهتلاقي ال 130 واط اللي ناتجين من الخلايا وصلوا للبطارية 108 واط بس. يعني لو جينا نحسب بالكفاءة بتاعة الكنترولر هنقسم 108 على 130 هيدينا تقريبا 79%، فطبعا كده في لوس زيادة. طب ده في حالة ان انا استخدمت موديول معمول له ماتشنج مع البطارية، يعني الاتنين يشتغلوا مع بعض. لو الموديول ده ما كانش متاح عندي واستخدمت موديول اكبر اداني القيم فولت اكبر، فهنلاقي ساعتها اللوسز بتاعت الكنترولر هتزيد، لان مهما جبت لي قيمه فولت انا هكسرها عشان اوصل لل 14.7 من 10 فولت اللي انا محتاجهم عشان اشحن البطاريه. وكذلك في حاله لو درجات الحراره انخفضت، زي ما قلنا قبل كده ان انخفاض درجات الحراره هيعلي الفولت بتاع الموديول، فساعتها برضو اللوسز هتزيد. فعلشان كده النوع ده مش بنستخدمه في الانظمه الكبيره، لان بيكون عندك قيود على البي في موديولز، لان ساعتها برضه هتقابلك مشاكل تانية، زي مثلا انا محتاج عدد معين من الخلايا عشان تغذي السيستم بتاعي، فعشان انا عندي قيود على الفولت ما اقدرش ازيد عنه عشان ما ازودش اللوسز، فهضطر اوصل الموديولز دي على التوازي مش على التوالي عشان احافظ على نفس قيم الفولت. ففي الحاله دي التيار اللي ماشي في السيستم بتاعي هيزيد، وبالتالي اللوسز برضه اللي ناتجه في السيستم هتزيد في الكابلات، وهحتاج استخدم كابلات بمساحات مقطع اكبر عشان تقدر تستحمل التيار ده. علشان كده بنستخدم الموديول ده في الانظمه الصغيره بس. النوع اللي بعد كده اللي هو الماكسيمم باور بوينت تراكنج كنترولر، واللي بيعتمد بشكل اساسي على ان هو يحقق اكبر استفاده من الطاقه اللي جايه من البي في موديول بغض النظر عن الريكويرمنت بتاعت البطاريه. فهو باختصار بيكون عباره عن دي سي دي سي كونفرتر، يعني بياخد الفولت اللي جاي من البي في موديول بيحوله لاي سي بترددات عاليه، ويرجع تاني يحوله لدي سي مناسب لشحن البطاريه. برضو لحد دلوقتي دي وظيفه سهله اي كنترولر يقدر يعملها، لكن الميزه الاضافيه في النوع ده اللي هي في الجوريزم تخليك تعمل تراكنج للماكسيمم باور بوينت للموديول نفسه بحيث تحقق اكبر استفاده منه. فهي نقطه الماكسيمم باور بوينت اصلا مش ثابته، يعني زي ما شفنا قبل كده ان النقطه دي بتتغير على حسب الظروف الجويه المحيطه بالموديول نفسه. فهنلاقي ساعتها الكنترولر بيعمل ديتكت او تراكنج للنقطه دي باستمرار، ويظبط اللود على اطراف الموديول، ويقدر يتحكم في الاوتبوت فولتج اللي خارج من الموديولز نفسها عشان يتاكد ان الموديول شغال عند الماكسيمم باور بوينت. وطبعا كل ده بيكون عمليه معقده جدا، وده العيب الاساسي اللي موجود في الام بي بي تي كنترولر، ان هو زياده وبالتالي الكوست بتاعه بيكون اكبر، لكن كميه اللوسز اللي ناتجه عنه بتكون اقل من الانواع اللي فاتت كلها. عشان كده بنستخدم الكنترولر ده في الانظمه الكبيره. لو بصينا على المثال اللي فات بتاع البالس ويدث موديوليشن هنلاقي ان احنا كان عندنا لوسز زياده، وكنا محتاجين نعمل ماتشنج بين الفولت بتاع الخلايا والفولت بتاع البطاريه، وقلنا كل ما الفولت بتاع الموديول هيزيد كل ما اللوسز هتزيد. فالمشكله دي بتتحل عن طريق ان احنا نستخدم ماكسيمم باور بوينت تراكنج تشارج كنترولر، اللي بيسمح لك انك تستخدم موديولز بجهود اعلى، لان هو زي ما قلنا باختصار دي سي دي سي كونفرتر، يعني الباور اللي داخله له هتكون مساويه للباور اللي خارجه. فلو شفنا نفس المثال هنلاقي هنا ان الفولت بتاع البانل اللي هو 17.56 نزل ل 14.7 من 10 فولت، لكن في نفس الوقت التيار اللي خارج من البانل اللي هو 7.4 من 10 امبير زاد بقى 8.84، فهنلاقي ان الانبوت باور بتساوي الاوتبوت باور. طبعا ده في الحاله الايديال، اكيد بيكون في لوسز جوه التشارج كنترولر نفسه. وكمان لو استخدمت موديول الفولت بتاعه اعلى برضه ما عندكش مشكله، لان الكنترولر هيقلل قيمه الجهد وهيعلي قيمه التيار، فبالتالي كفاءه النوع ده تعتبر الافضل. وكمان بيكون مفيد في مرحله البالك تشارجنج مثلا، اللي ساعتها بتكون محتاج تيار كبير في بدايه شحن البطاريه عشان تشحنها في وقت اسرع. ومن ده نقدر نستنتج ان الام بي بي تي كنترولر بيكون افضل في الانظمه الكبيره، لان ساعتها انت مش محتاج تقلق ان في ميس ماتش بين البي في موديل وبين البطاريات. وكمان اداء الام بي بي تي كنترولر هيكون افضل في الشتاء لسببين، اول حاجه درجات الحراره بتكون منخفضه والفولت بتاع الموديولز اعلى، فده مش هيفرق معاك في حاجه ومش هينتج عنه لوسز زي ما حصل في البالس ويدث موديوليشن ريجوليتور. تاني حاجه ان خلال الشتاء عدد ساعات الشمس بيكون قليل، فالمده اللي متاحه قدامي عشان اشحن البطاريات بتكون قليله، فعن طريق الام بي بي تي كنترولر بقدر ازود قيمه التيار اللي بستخدمه في البالك تشارجنج، فبالتالي البطاريه بتاعتي هتشحن بشكل اسرع، فبالتالي انا تغلبت على المشكله بتاعت عدد ساعات الشمس المحدود. كمان بيكون مفيد في الانظمه اللي بحتاج امد فيها الكابلات لمسافات طويله، لان في الحاله دي هيبقى عندي فلكسبيليتي او مرونه ان انا اوصل البي في موديولز على التوالي مع بعض، فانا زودت الفولت بتاعها وقللت
التيار اللي ناتج من الموديول، فبالتالي مع طول المسافات بتاعت الكابلات مش هيبقى عندي مشكله في اللوسز اللي ناتجه من التيار، لان احنا التيار بتاعنا هيبقى قليل، وكمان هنحتاج نستخدم مساحات مقطع اقل فكوست اقل، فده هيكون افضل من ان استخدم بلس ويدث موديوليشن. طيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.